المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم كل حلقة نستقطب وجه جديد من الوجوه الناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم بيكون معانا هلال الكعبي مختص في كل ما يخص لوازم الرحلات. هلا فيك معنا اليوم. مرحبا فيك سهلة، نورتنا وشرفتنا. بداية نبيك تتكلم لنا عن بداياتك قبل لا تفتح البزنس الخاص فيك. والله الحمد لله أنا من تقريبا فوق 15 سنة هاوي الرحلات. اوكي، يعني هاي قبل كانت هوايتك. اي نعم هواية. ولكن عندي عمل حكومي، اليوم شوية تفرغنا. دخلنا المجال هذا الحمد لله. اوكي، يعني هوايتك قررت انك تخليها مشروع تستثمر فيه بعدين. نعم نعم. اوكي تمام، شلون الفكرة جاتك انك تفتح المشروع؟ والله كلهم شافوا يعني عندي يعني ما شاء الله مواهب في الرحلات، اخترع اشياء اسوي. قالوا لي ليش ما تبطل المحل، ومن انطلقت من هاي الفكره الحمد لله طبقنا المشروع. انه الحمد لله لين الحين اول موسم لنا ما شاء الله. شنو اول شيء بديت فيه؟ يعني بديت بمحل ولا بديت مع ناس تعرفهم ولا شو؟ والله انا كنت اول شيء بديت ابيع في الانستغرام، مش تاجر بضبي. اوكي، والحمد لله فيه حولت بعدين محل، شفنا يعني افضل المحل. اوكي، يعني بديت على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني جوك ناس. بعدين فكرت انك تفتح محل. تمام، شنو التطورات اللي شفتها من يوم اشتغلت للحين؟ يعني ايش الاشياء اللي تغيرت عندك؟ والله الحمد لله كل شيء جالس يتطور. الحين الحمد لله كنا نجيب نستورد الاشياء. اوكي، على ذكر استورد، من وين تستورد معداتكم؟ هاي كل المعدات الرحلات متخصصين فيها السعودية طبعا، لانهم هم اهل اكثر شيء الرحلات. اوكي، ما شاء الله عليهم. يعني نجيب نستورد الاشياء اللي تنفعني اللي تمشي. يعني ايش الاشياء اللي تستوردها بالضبط؟ يعني كنا نستورد كل شيء، هذه الاشياء كلها نصها من السعودية. من السعودية. اوكي، ايش الشيء اللي يميزك انت على باقي الشركات الثانية؟ والله نحن نبغى ان شاء الله كل هذا نحن نستورده من الصين. يعني تستورده من السعودية ومن الصين؟ لا، السعوديين هم يجيبونه من الصين ويصنعون في الصين. هذا اللي كلهم ليش نحن ما نصنع ونجيب من الصين على الامارات. والاشياء الثانية ياس نشتغل فيها الحمد لله، الخياطة، الأشياء الثانية هاي نشتغل فيها، نجيب القطع من باكستان والسعودية ونشتغل فيها هني. اوكي، تسوي بعض خياطة، يعني أي شخص يبي على أي موديل أنت تخيط له؟ خيط له أي زورية، أي شنطة حق العزب يحط فيها الشاي والقهوة، أي يعني جميع الأحجام والأشكال أنت متخصص في الشيء هذا؟ أي شيء، أنا يعني واحد حتى دبة كامل نقدر نسوي له إياه. اللي عندك كلها، يعني مثلا هذه شو؟ هذا كوار. اوكي، طبعا بالفحم وبالغاز. اوكي، نفصل. يعني هذا على حسب الطلب، اي واحد شو اللي يبغى في خاطره نفصل له. فصله في انواع اشكال ثانيه عندنا في انستغرام موجوده. اي طبعا نفصل كل مره شكل ونشوف اللي ناجح ونمشي عليه. اوكي تمام. وهاي الاكواب بعد شو يعني تسودوها ولا شو؟ ديزاين هذه. بس هذه تراثيه الاول. طبعا مال 15 سنه قبل. اوكي تمام. هاي الاله بعد اللي ورانا هنا، هاي الشوايه البوسنيه طبعا. هاي فكره بوسنيه طبقوها اول شيء في السعوديه ونجحت عندهم، جبتنا سنب الحبه والحمد لله فصلنا مثلها بعد. يعني هذا اللي تنحط عليها الدرايه؟ اي نعم، هاي ونركبها على البطاريه وعلى السياره، يعني بطارية السيارة والبيت. اوكي تمام حلو. اوكي ننتقل هذا فرن صح؟ اي هذا يعني فرن متنقل. شلون بالغاز صح؟ اي نعم بالغاز. تشيل وياه سلندر صغير.
هذا ما شاء الله تبين تحمرين اي شيء مثل اللي في المخبز. هو في فرن وفيه حتى نار تحت على ما اشوف. اي نعم كامل يحمر. اوكي تمام. طبعا متنقل اللي يبغى يحمر هو في البر، اصحاب الرحلات طبعا واصحاب اللي يخيمون يحتاجون هالاشياء. تمام اوكي حدثني. هذا كلهم متنقلين يعني على الغاز، فيهم احجام متعدده. عندك شي. جميع الاحجام تقريبا كل شيء. طيب وهذا شو؟ هذا مثل فكره الفرن الصغير هذاك اللي يبغى يسوي خبز فوق وفي داخل تحمير خفيف. في ناس ما تبوزن تبغى شيء خفيف. اي صح سهل الاستعمال يعني. هاي سهل هذا بطل. اوكي متنقل. هذه احبال شو هذه؟ هذه الاحبال وفرناها كان فيديو اوكي اللي انتشر اللي في عمان اللي من قلصة المطاطي وتواصلنا وياه جبنا كميه والحمد لله لان الناس كلهم طلبوها وجبناها. اوكي تمام. بالنسبه لها العبوات هذه كلها مال نار توليد. اي نعم هاي الغازات حق الشول هذه مواقد كلها. في عندك ليتات بعد اشوف هنا. هذه والله استرالية حق اللي يروحون البر. هذا ال القوية هذه إيه على كيلو. اوكي وهذا؟ هاي اللي يبي يركب هوكات. حق السيارة يقلص كربون يقلص معدل الدرج. تمام. طبعا أنت متميز بالخياطة يعني أشوف عندك هنا الأشياء هاي كلها تفصلها. إيه نعم نفصل نحن. اوكي تمام يعني هنا العامل اللي معاك يفصل يعني في المحل. اي نعم هذا من شغلكم طبعا. نفصل فصل على الطلب اللي يبغى شو اللي يبغى القياس يحطه في خاطره اي قياس نفصل الحمد لله. اوكي ونفصل في الباب مخابي مال السياره صح؟ اي هاي في الدبه الباب نحط حط كلينكس حط غراضة يكون جيوب في الباب نبطن. اوكي تمام. هنا عندك بعد شاي انواع الشاي فيه هو حق الشاي. الشاي هذا من الامارات ولا من مكان ثاني؟ والله نحن نتمنى عندنا يطلعون وكلاء يعني الشاي ما يباله تروح سريلانكا تاخذ وكالة اكثر الوكالات في السعودية. اوكي هواة الشاي صراحة هم. انا با هني بالعكس ندعم الريال هذا اماراتي شاي الكيف. اوكي هذا شاي اماراتي. هي هاي خلطة واحد يبيعها في ال تمام. وهذا بعد من اي زولية اي قياس تبونه نحن نفصله نضبطه. هاي الزوالي هاي المفارش حق الرملة حق الأرض اللي يبى حق النار يكون في الرملة يعني هذه تجي مكان النار صح؟ هي نعم المربع ويلسون فيها في أنواع اللي يبى طبعا شو. على حسب الشكل لأنه هنا أشوف شكل أحمر وهنا شكل شوية ابيض مزخرف يعني على حسب الشكل اللي الزبون هو ايوه اللي شو اللي يحب الزبون سفصل له نحن جاهز. اوكي تمام ما شاء الله عليك. في فرن برق الحيه. هذا الفرن الكهربائي؟ هذا يطبخ فرن ويقلي ويسوي كل شيء ما شاء الله وغاز في نفس الوقت. عندك حتى هنا هذا مال ضغط؟ اي نعم. هذا يسوي اللحم 15 دقيقة. لحم 15 دقيقة 15 دقيقة اللحم والدياي 7 دقائق ما شاء الله. اوكي يعني كل شيء متخصص بالرحلة يلاقوه عندك اخي. لا الحمد لله.
طيب اخ هلال، ممكن تقول لي شنو موقعكم الرئيسي؟ الحين حاليا موقعنا في العين، صنايات هيلي. طبعا في الجوجل ماب موجود الموقع. طيب شنو مواقع التواصل الاجتماعي اللي متوفر عندك؟ عندنا انستغرام وعندنا سناب شات. اوكي طيب، وكونك مواطن اماراتي شنو فضل دولة الامارات عليك؟ والله فضالها من يوم صغار. اللي طال عمرك واللي علمتنا ودرستنا وكبرتنا وشغلتنا والحمد لله. ولو مش فضل الامن والامان اللي نحن فيه الحين محلنا ما ببطله. الحمد لله. ما تخافي على اغراضك، ما تخافي على شيء، الحمد لله هاي نعمه كبيره لازم نحمد الله ونشكره. الحمد لله. طبعا نوجه كلمه شكر لشيوخنا، شيوخ الامارات. والله وجه شكر اول شيء لرئيس الدوله الشيخ ريفه بن زايد. الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد على دعمهم حق الشباب. وما ننسى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد كذلك داعم الأول للشباب. أوكي، شنو رسالة الشكر اللي تبي تقدمها لأي شخص وقف معك قبل ولا الحين أنت في مشروعك؟ والله الحمد لله عندي أخوي وعندي الحرمة وفوياي وهم أوكي. اللي يشجعيني اني اكمل. تكمل يعني في المشروع اللي انت نعم ونوسع المشروع ان شاء الله وتريوا الافضل ان شاء الله. ان شاء الله. على ذكر الرسائل، شنو الرساله اللي حاب توجهها للشعب يعني للشباب الاماراتيين اللي توهم مبلشين وبادين؟ والله اقول لهم في تاجر بضبي اللي عنده فكره يسوي تست، لا يفتح محل، لا يفتح هذا، يسوي تست في تاجر ابو ظبي ويشوف في انستغرام ويشوف اذا في اقبال يقدر يبطل يعني محل. عشان الخسائر اذا قدر الله في خسائر ما تكون. ايوه يعني تاجر ابو ظبي ما تخسرك. يعني اوكي تمام، نشكرك على حضورك معنا اليوم، نورتنا في برنامجنا، ان شاء الله نشوفك في الايام القادمه. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كذا حلقتنا اليوم تكون خلصت، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح.